صباح الخير عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ عواشركم مبروكه كالعاده. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا النهار الثاني اللي دوزناه في الجبل في بني عروس في الدار ديالنا اللي مسمي ميزن. دابا جبرتونا هوادين للدار د حبيبو، غنطلعوا ان شاء الله لمولاي عبد السلام، ضريح مولاي عبد السلام، ونشوفوا الدنيا تما. خليكم معايا، انا شحال ما طلعت بغيت نكتشف الدنيا كيفاش ولات عامله، وعاوتاني نتلاقاو. هذه هي الطريق ديال مولاي عبد السلام ان شاء الله. بعد طلعوا مولاي عبد السلام، سبحان الله على الطبيعه كتحمق، وصل في وسط الربيع كتكون الدنيا مزاله خضراء. كلشي خضر سبحان الله العظيم. وفي الصيف كيكون كلشي صفار والله، لا الارض كتكون عطشانه دابا الا الشجر الكبارين، هي دابا الشجر الصغار لا، الشبوله ومغطين بالخضور. ربي عينك هيدا اليمين عاوتاني قربنا نطلع هاد مولاي عبد السلام. هذيك الملحجه نشرب ان شاء الله، ما فينا قدامك دوما. احنا وصلنا لراس الماء، بلاصه كيقولوا لها هذا راس الماء، وهذاك العين شنو اسمه؟ هذيك العين القشور، عين القشور. اجي بابا فيليش، يلا نمشي ونشوفوا العين يا اخر. يلا اجي ايوب من الشنطة، اجي بابا ديالك. هو هذا بابا ديالي، هو هذا هو العين القشور. برافو برافو ايوب، برافو برافو ايوب، برافو. اش شي مشكل، ماشي مشكله ماما ديالي، اش شي مشكل وخا طيحو. سبحان الله، مالك ما فين خاك مالك؟ طلع طلع شوفك، هاجي عندك الطنوبر مالك؟ احنا وصلنا للباركي ديال مولاي عبد السلام. اجي ايوب من الطريق، جا هيدا من الطريق بابا، هايدك برافو ايوب ديالي، اجي من الطريق على الطنوبيره اخرى. اجي ياسر، ياسر
اجي ايوب راه الطونوبيل ما جا. ايوب اجي بابا اجي. ايوب هاي قبل كان الصف معمر دابا دخلهم داخل الحوانت فايل هنا يعني هي هي عقله وكان هذا الطريق كامل حوانت فهمتك حنا دابا في ضريح مولاي عبد السلام وهذا اللي غندخلوا له دابا ضريح مولاي عبد السلام كيفاش مولا؟ اجي ايوب سنحيد الصباب ها هو يلا تلح لا الحبيب لا جاء ايوب عندك تلح رجع هم رجع ايوب رفينا ايوب كي نقدسو رفينا ايوب شوفي ما نشري له شي كاكو والو تما الواحد ايوب تينا الجبيلي يا ايوب طلع شويش برد هنا يا كينا برد اليوم تحرك برد غادي نتكركبو حنا كاس داتاي سخنوه بيديداتنا راه البرد وداك الساعه نهودو في حالنا
هنا في هذا المطعم تغدينا، عندهم كيعدلوا كيقطعوا لك الهبره ديال الغنمي صافي، كيعملوا لك الشوا ولا قطيبات الطواجن ديال البيصاره وكيسان ديال اتاي النعناع. هذا هو المنيو المعروف في مولاي عبد السلام، مطاعم كاملين بحال بحال. صافي كلينا اللي كتب الله باش نبرنا الطريق باش نمشيو لحالنا. احنا وصلنا هنا لواحد البلاصه كتقول لها واد السطح، كتقول سبحان الله العظيم الشجر. هذا الماء حلو الوالدة مسمي واد السطح. حنا هو مولاي عبد السلام شبرنا الطريق ديال تالزروت. علي ضرب شي سرطو هي الدورة هي الطريق هودنا منا ظالما بين هوات زاد شويه ديال الضباب. يلا نمشيو نشوفو العين اللي كيسقيو منا الماء. يلا معايا يا هادي، هادي هي العين اللي كيسقيو منا. أيوب صافي جبرتهم سقاو والما وسالاو، دابا غادي نشبرو الطريق ونمشيو بحالنا لدار حبيبو. صلات على النبي، دازنا النهار مزيون، طلعنا زورنا دار مولاي عبد السلام وتغدينا تما اللي كتب الله وشربنا الماء ديال عين قشور وسقينا منهم الماء، طلعنا شفنا الشلال ديال واد السطح، زورنا أولا دوزنا على الولي الصالح سيدي مشيش، مدخلنا شي بالحق دوزنا عليه وتبارك الله. دزنا النهار مزيون ان شاء الله، غدا ان شاء الله بحول الله نعملو خرجه وحده اخرى وفيديو جديد. خليكم معايا وشكرا لتتبع الفيديو حتى للاخر.